تعالى عبارة عن محمد بن عيسى يقول حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن: في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أطرائها ثلاث حيض، في الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه أنه قال: قلت لقتادة: امرأة كان حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي؟ قال: تصلي. قلت: يومين؟ قال: ذلك من حيضها. قال: سألت ابن سيرين قال: النساء أعلم بذلك. وقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن: المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي. بس كفى، جزاك الله خير. عندنا في الحديث الأول هنا عن علي بن ثابت عن ثابت عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تضع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسل الصلاة وصامت وتوضأت عند 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 كل صلاة. رجال السنة هنا محمد بن عيسى، هو محمد بن عيسى الطباع، هذا إمام ثقة ثبت وشريك، وشريك بن عبد الله النخعي صدوق فيه ضعف، ولما استلم القضاء ضعف حفظه. أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو من غلاة الشيعة، عثمان بن عمير هو من غلاة الشيعة، عدي بن ثابت هو الأنصاري، لو روى له ستة أبو مجهول وجده قيل من قبل أمه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي. الأصل هنا بأن المرأة عندما يأتيها الحيض لا صلاة، لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تدخل البيت، لا تطوف بيت الحرام، يعني لا تطوف، لا يأتيها زوجها، هناك محرمات عليها. فهو يقول تدع الصلاة أيام حيضها، هذه على المعتادة، إذا كانت معتادة أو متميزة، إذا كانت معتادة أو مميزة. طبعا مميزة قلنا يأتيها الدم على وتيرتين، كان أسود محتدم، إذا كان الأسود ده المحتدم فهو الحيض، والأحمر بحراني ليس رضي الله عنه كمان. هذا أدب جم، أعرف أنكم أهل أدب، والأدب هو رأس مال الإنسان، إن لم يكن أدب فلا خير، من لم يعرف الفضل أهل الفضل ليس من أهل الفضل. فهنا قال تدع صلاة أيام حيضها، أيام حيضها تعرف بالعادة التي حفظتها إن كانت مستحاضة، العادة التي حفظتها فتجلس أيام الحيض ثم تغتسل بعد ذلك. نعم نعم نعم، أريد ذلك، تحسنون إلينا حتى نسعد بسعادتكم ونرى الخير فيكم، جزاكم الله خير. الثالث أو نقول الأمر الثاني أن يكون بالتمييز، والتمييز أن يأتيها الدم على وتيرتين، أسود محتدم في أوله ثم أحمر بحراني، الأحمر البحراني لا يكون حيضا، يكون استحاضة، فعليها أن تقف، لكنها عندما تنتهي وتنقضي العادة أو التمييز تغيير لون الدم تبدأ تغتسل ثم ذلك تصلي، لكنها يعني تكون من أصحاب الأعذار، لأنها تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. الحديث الثاني في حفص عن الحسن: في المستحاضة تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، يعني عدتها ثلاث حيض. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة، يعني تمسك على الصلاة وقت حيضها، لأنه لا يجوز لها أن تصلي حائضا. قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا خبر ربي الإنشاء، وأيضا عدم إتيان زوج لها، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ورجال هذا السند محمد عيسى الطباع الثقة الثبت الأمين، محمد زيد إمام ثقيل جدا، وكثير هو ابن زياد البرساني وابو سهل الأزدي بصري ثقة من كبار أصحاب الحسن البصري، وحفص وابن سليمان المنقري يعني ثقة من أعلم الناس بعلم الحسن، وهذا أفراد الدرمي لست له رواية في الستة، والحسن والبصري الإمام الثقة. وهنا بيقول
إذا طلقت المرأة فتول بها الدم فإنها تعتد قدر، يعني لو استمر بها الدم وهذا استحاضة فإنها تعرف توقيت عدتها أو تعرف بتمييز الدم فتمر ثلاث حيضات، يمر ثلاث حيضات وثلاث حيض صحيحة أيضا وثلاث حيض صحيحة. وفيها معرفة المعتادة التي تعرف أيام قرئها فتقف عندهم، ويكون هذه عدة الطلاق، لأن الله قال جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء لفظ مشترك بين الطهر وبين الحيض، وإن كنت أرجح أنه الحيض لحديث دع صلاة أيام أخرائك فإذا ذهب قرئك فتوضأي وصلي. وأما الحديث الثاني حديث قتادة رضي الله عنه وأرضاه، امرأة كانت حيضها معلوما أو كان حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قالت صلي يومين، قال ذاك من حيضها، وسألت ابن سيرين فقال انسى أعلم بذلك. محمد عيسى هو ابن معتمر وأبوه هو سليمان بن طرخان، معتمر بن سليمان، محمد عيسى الطباع أسف معتمر، معتمر وابن سليمان بن طرخان، وقتادة بن دعامة السدوسي. الحقيقة ابن سيرين قال كلاما عجيبا، قال هن أدرى بأنفسهن، وكذلك الإمام مالك حال الأمر المرأة ذاتها فهي أدرى بنفسها. وحقيقة الكثير من النساء لا تعلم كيف تطهر الآن، يعني أحال إليها وهي لا تعرف كيف تطهر، كثير ممن حتى درس معنا بعض الحيض هذه المسائل وأراد أن تفيد نفسها تدريسا للطلبة الطالبات أتقنت، لكنها نفسها كانت تسأل عن إشكالات عندها في مسألة الحيض. الحقيقة أن العادة تتبدل تتغير، يعني كانت هي تحفظ أيام العادة ثلاث أيام تتبدل للسبعة الخمسة، يعني تتبدل الخمسة لسبعة التسعة، وهذه تكون بالهرمونات أو بشدة بالاجتهاد يعني لها أسباب كثيرة، النفسيات تزيد في مسألة أيام الحيض. لذلك قال ابن سيرين هن أعلم بأنفسهن، وهذه فيها إحالة عليهن، ولكن ضوابط الشرع تقول عندنا ضوابط وقراءة نعمل بها بمعرفة أيام الحيض ولو استدام معها الحيض. لكن إذا كانت معتادة خمسة أيام فوجدت سبعة أيام فعادتها تغيرت إلى السبعة، وردت أنها سبعة أيام فقلت إلى خمسة أيام تغيرت عادتها إلى الخمسة. وهنا نقول بأنه قد تتغير العادة، قد تتغير العادة على الإنسان. نعم، الفوائد المستنبطة، الوجود له حكم بالنسبة للنساء، وقول ابن سيرين هن أعلم بأنفسهن، والوجود يعني وجود الأمر سواء الحيض أو النفاس أو غيره، آخر سن قبل السن. الحيض تدع الصلاة أيام حيضها، طهر المستحاضة إما انقضاء وقت العدة وإما مسألة التمييز بوجود الدم على وتيرتين. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.